نحكي أكثر عن التغذية الآمنة لمرضى السكري وكيف ممكن يكون غذاءهم صحي ومتناسب. أكيد هالمعلومات كلها بتعرفنا عليها الدكتورة نور منسترلي الاختصاصية بالصحة العلاجية. يسعد صباحك دكتورة نور. صباح النور سلمى. بونجور سمر. يسعد صباحك. صباح النور. أهلا وسهلا فيكي. أهلا فيكم. بالبداية خلينا نحكي عن أغلب الأخطاء الشائعة بتغذية مريض السكر، خلينا نتعرف عليها اليوم مع بعض. هلا اول شيء بدنا نقول شغله صغيره يمكن كمان بنجهلها. دراسه عالميه اثبتت انه نحن تقريبا بنتناول تقريبا 250 ملي جرام من السكر من خلال جميع الاطعمه اللي بنتناولها، يعني هذا رقم تقريبي. ف 250 ملي جرام هو كثير رقم كبير، يعتبر كتناول يعني نسبة سكر عم يفوت على جسمنا. أغلب الأخطاء الشائعة كمان مثل ما قالوا بالريبورتاج إنه تناولنا للكربوهيدرات أو أغلب يعني السكر هو موجود بكل شيء، ما فينا نقول نحن السكر إنه هو من السكر الأبيض حصرا، لا، السكر موجود بكل الأطعمة، بالمشاريب، بالأطعمة، بالمعجنات، بالخبز، بكل شيء بنتناوله بالحياة. فأي شيء إذا ما كان باعتدال أكيد بده يعملنا مشاكل. أغلب الأخطاء الشائعة اللي بيعملوها أو يعني بيمارسوها مرضى السكر هن انه بياكلوا فواكه مجففه فواكه مجففه او عصير. نحن قد ما شربنا عصير فهذا الشيء مسموح لانه هو سكر طبيعي، لا، نحن ما بيصير، لانه نحن مثل كاسه العصير الطبيعي بتعادل حصتين لثلاث حصص فواكه، فنحن عم نضاعف الكميه اللي نحن لازم نتناولها خلال النهار. يعني نحن كجرعه يوميه من الفواكه او الحصص المسموحه لنا من الفواكه بين ثلاثه لاربع حصص فواكه، يعني اربع قطع فواكه يوميا. لما نحن عم نشرب كاسه عصير ونحن عم نشربها كل الجرعه المسموحه بكاسة واحدة. الشغلة الثانية المهمة، نحن لما بدنا نقول مثلا عصير العنب، عصير العنب فيه 27 جرام من الكربوهيدرات، بس لما نحن بصير عندنا اياه مجفف، لما بنجفف العنب وبصير زبيب او اشلميش مثل ما بنقول، بيتحول فيه نسبة الكربوهيدرات من 27 جرام ل 147 جرام من الكربوهيدرات. يعني اضعف تماما. فانا بفضل اكيد نتناول الفواكه بشكل طبيعي وطازج احسن من انه نحن نتناولها بطرق تكون مجففة او عن طريق العصائر. بالنسبة للخبز، الخبز الابيض هو يعني سلس لانه طعمة الحلاوة فيه واضحة. ليه بنقول السكر الخبز الاسمر ما نو طيب، ما بنقدر نستساغه، طعمته غير مستساغة، اما الخبز الابيض بنسرد فيه لانه فيه سكر. فالسكر الابيض السكر موجود سوري بالخبز الابيض، بس هن نفس الكالوري نفس السعرات الحرارية، بيفرقوا عن بعض بالالياف. الخبز الاسمر فيه الياف لهيك بيسهل عملية الهضم وما بيعلق بالجسم مثل الخبز الابيض، لهيك نحن لازم نستبدل الخبز الابيض بخبز اسمر. في شغله كمان بيغلطوا فيها كثير مرضى السكر، انه بيقولوا معلش اذا انا اكلت هلا قطعت حلو بزيد جرعه الانسولين فبيمشي الحال. هي كارثه تماما. فهو نحن ما بصير ابدا نغير من جرعات الادويه اللي نحن متعودين عليها ومتعود الجسم عليها، لازم نعمل كنترول. يعني نحن لازم النظام الغذائي تبعنا يحتوي على كل المغذيات من كل الاطعمه، ما بصير نحرم حالنا من شيء، ما بنقول اذا مريض سكر نحن لازم نحرم حالنا. في دائما في قاعده تبادليه، يعني نحن ما بصير ناخذ بطاطا العاديه لانه فيها الجلايسيميك اندكس اللي هو مشعر الجلايسيمي عند ما بصير يكون، يعني نحن في شيء اسمه مشعر جلايسيمي اللي هو مشعر السكر، قد ايه بكل قطعه فواكه في سكر، تمام؟ فنحن بنختار الأطعمة اللي فيها المشعر الجلايسيمي المنخفض لمرضى السكر وحتى لكل العالم لحتى ما يزيد كمان الوزن. فنحن المشعر الجلايسيمي بالبطاطا كثير عالي، وخصوصا لما بيتعرض للحراره فبتزيد فيه نسبه السكر. البطاطا، الجزر، الذره والبازاليا لما بيتعرضوا للحراره بيرتفع فيهم المشعر الجلايسيمي، بصير فيهم سكريات مرتفعه. فبدل ما ناخذ البطاطا العاديه فينا نستبدلها بالبطاطا الحلوه. البطاطا الحلوه هي افضل لمريض السكر، مع انه طعمتها حلوه بس هي افضل، بس اقل بالكربوهيدرات، اقل من البطاطا العاديه. هلا بدنا كمان ننتبه على شغله، انه نحن حتى اللحمه المشويه هي اوقات بتضر مريض السكر، لانه بتتشكل طبقه السوداء اللي على وش على وش اللحمه، هي الطبقه هي بترفع نسبه السكر بالجسم. فكمان لازم ما تكون اللحمه مستويه، يعني مو ما انا مستويه على الاخير، بس ما انا كثير ملدوعه مقمره، يعني تماما ما بصير تكون ملدوعه لانه هي الطبقه السوداء ممكن تاثر على مريض السكر. في عالم بتلجا للكورن فليكس
كورن فليكس كثير سيء وخصوصا لمرض السكر، فينا نستبدله بالشوفان لانه الشوفان اول شيء بيقلل الكوليسترول بالجسم، بيخلصنا من الدهون اللي متراكمه بالجسم، بنفس الوقت بيعطينا شعور بالشبع وبيعطينا طاقه. فمثل ما قلنا يعني انه نحن دائما في شيء، في قاعده اساسيه وقاعده نحن بلان اي وبلان بي. فنحن البلان اي نحن دائما بنستبدلها ببلان بي اللي هي الخطه البديله، نحن اذا صار عندنا اي مشكله بالجسم فورا بنروح عليها. بدنا نبعد عن المشروبات الغازيه اللي بتحتوي على نسبه سكريات جدا عاليه، حتى بيقولوا مثلا كولا دايت 7 دايت، ما في شيء اسمه دايت، اوكي زيرو شوغر، ما في سكر ابدا، بس هو مليء بالمعادن اللي هي ممكن تاذي لنا كمان جسمنا وصحتنا. فهي مجموعه صغيره من الشغلات بس هي اثرها كثير كبير على صحه مريض السكر، وخصوصا لما نحن بنقول مريض سكر يعني اول شيء لازم يتبادر على لذهننا انه نحن نبعد عن السكر، بس نحن مو بس لازم نبعد عن السكر، لازم نبعد عن السكر والملح، لانه الملح مريض السكر هو معرض لينصاب بامراض قلبيه، امراض كوليسترول، تصلب شرايين، فنحن لحتى نخفف من خطر الاصابه فيهم لازم نخفف مع السكر الملح، لانه اكيد هن الابيضين دائما بينصحونا. انا بقول يعني دائما بقولها انه ثلاث ابيضات هو سكر وملح والطحين. الطحين هو كمان سم مثل الباقي، مثل الملح ومثل السكر. اكيد. طيب يمكن كمان دكتوره نور بنسمع بشكل عام عن تقسيم الوجبات، انه مرضى السكري ما لازم يكون وجباتهم مثلنا نحن مثلا الاشخاص العاديين ما عندهم سكري ثلاث وجبات باليوم، لا لازم يكون مثلا خمس وجبات باليوم واحجام معينه، بس اللي بيصير انه هن بياكلوا الخمس وجبات مع تفاوت الاحجام والنوعيه نفسها، يعني مثلا يمكن في اكل هو صحي للسكري بس ما بيتاكل بالليل لانه الجسم ما رح يحرقه. وشو الوقت اللي لازم، يعني مثلا بيقولوا لك 6 المساء اخر وجبه ولا 8 المساء، وخصوصا للاشخاص اللي بياخذوا انسولين مثلا صباحي ومسائي، فاذا كمان نعرف بعض المعلومات الصحيحه عن هاي الحاله. هلا نحن لما بنقول لما بيرتفع نسبة السكر بالجسم معناتها في ارتفع الانسولين بالجسم، ارتفع الانسولين ارتفعت مقاومة الانسولين، صار عندنا خطر الاصابة بالسمنة، صار عندنا خطر الاصابة بامراض قلبية، خطر الاصابة بامراض بالشرايين، خطر الاصابة بيأثر على استقلاب الجسم وعملية الايض بتصير ابطا، السيدات ممكن ينصابوا نتيجة هذا الشيء بأكياس على المبيض أو مبيض متعدد الكياسات PCO syndrome. كمان هذا الشيء ممكن يأثر، نسبة استهلاك السكر العالي بيأثر على هذا الشيء. كل شيء لازم يكون مدروس، ما فينا نحن ناكل اكيد وننام للشخص العادي، فكيف الشخص المصاب بمريض السكر؟ دائما لازم تتفاوت بين الوجبه والوجبه ساعتين لثلاث ساعات اقصى حد، لانه عندنا المعده هالقد قدها. لما نحن بنتركها فتره طويله من بلا اكل فنحن حنجوع، فلما نجي بدنا ناكل وجبه بدنا نتناول اضعاف مضاعفه، يعني بدل ما تكون ناكل صحن بصير صحن، عرفتي؟ فنحن المعده هالقد عم نعطيها وجبه هالقد، فحتهضم كميه هالقد ورح يضل الباقي نخبيهم لنسمن فيهم 100%. فنحن لا، الاعتدال بكل شيء هو اصح شيء. عندنا فطور غدا عشاء هو شيء اساسي، ثلاث وجبات اساسيه باليوم لمريض السكر او المريض او الشخص العادي. السناكات طبعا هي شيء اساسي بين الوجبات لنقرش فيها، هي كفواكه مثل ما قلنا مريض السكر اكيد فينا نتناول 3-4 حصص فواكه يعني كحد اقصى، بس بدنا ننتبه انه الفريز والكرز والتوت فيه نسبه سكريات عاليه اكثر من باقي الفواكه فبيرفعوا نسبه السكر بالدم. اوقات في عالم بيقولوا الموز فيه مغنيسيوم فيه بوتاسيوم فهو لا منيح لمريض السكر. انا ما بمنع او ما بحرم اي شخص موزه، ممكن حتى لو موزه ما بياثر، بس نحن مثل ما قلت لك باعتدال، يعني ما فينا نكون عم ناكل 6-7 قطع فواكه باليوم ونقول والله ارتفع معنا السكر، لا هو من 3-4 قطع. الاعتدال هذا الشيء 100%. شغله ضروريه. لا تفضلي شو هي الشغله. كنت بدي اقول شغله انه الخضار الورقية هي كثير مهمة اللي نحن بنجهل دورها بجسمنا، الخضار الورقية كثير بتساعد بنزول او ضبط مستوى السكر بالجسم، مثل الجرجير، البقلة، الخس، السبانخ، كل شيء لون اخضر، كل شيء لون اخضر هو بيساعدنا بهذا الشيء. وعندنا الفاصولية الحمراء كثير بتساعد بضبط السكر بالجسم.
خلص صار دوري. لا ما شاء الله عنك، هي معلومات كلها ورا بعض بس بنفس الوقت يعني معلومات كثير مهمه، مشان هيك عم نسمعك. خلينا هلا نحكي، طيب نصائح اخيره للاطفال اللي بيعانوا كمان من السكري، كيف بدنا من الحلويات، كيف بدنا نحرمهم من الاكل اللي هن مثلا بحبوه بفضلوه؟ اكيد هذا الشيء بياثر على نفسيتهم. وكمان السكر الابيض لمرضى السكري بشكل عام بشو ممكن نبدله؟ بيقولوا بنبدله بالسكرين، بس هذا الشيء كمان عم بيحكوا دراسات جديده انه مو منيح. خلينا نحكي عن نصائح اخيره لكل مرضى السكري. تذكرت شغله لما قلتي نحن انه مريض السكر ببدل السكر بسكرين، في عالم بتبدل السكر بعسل، وهي الكارثة الكبرى. العسل أكيد سكر طبيعي وهو جدا مهم لصحة الإنسان، بس العسل ما منيح لمرضى السكري. ليه؟ لأنه بيحتوي على سكريات كتير عالية. ممكن كل يوم معلقة الصبح بدل قطعة فواكه ما بتأثر. بدل قطعة فواكه مو مع قطعة لا فواكه. مو مع بدل قطعة فواكه، بس نحن في كتير عالم ما بتشرب الشاي غير حلوة كتير ودلع كتير، فبيحطوا بدل السكر بحطوا عسل. هي كارثة الصراحة. السكرين شوفي، أنا بلاقي السكرين هو أفضل من السكر، بس أحسن شيء هو سكر الفواكه اللي هو الستيفيا، بس طبعا ببلدنا ما نو متوفر، وإذا متوفر هو سعره كتير غالي. سكرين للمدى البعيد ممكن يعملنا مشاكل، بس طبعا أنا أفضل السكرين أكثر من السكر. نوعا ما بنكون عم نحدد كمية يعني السكر اللي عم تفوت على جسمنا. كأطفال أكيد بدنا نبدلهم البسكويت والتشيبس بشغلات من الشوفان، يعني إحنا بنقدر نعمل من الشوفان كل أنواع الحلويات. فكل أم عندها طفل بيعاني من مرض السكر تحاول تفوت على اليوتيوب وتتعلم شغلات أو كيف بتصير الحلويات من الشوفان، فبتصير الطفل ما بي يعني بصير بيرغب يتناول هذا النوع من الأكل. مية ألياف للجسم 100% وبالبيت ونظيفة بالنهاية وعرفانة شو عم ينحط فيها، وبتعيري المقادير. يعني قد وين ما رحتي بيقولوا لك اكل انه خالي من السكر، بس انت مانك متاكده 100% قد ايه خالي من السكر او من هي المعلومات. فدائما نحن الشيء اللي بنحضره بالبيت هو بيكون ادق من الشيء اللي بنشتريه من برا. مثل ما قلنا الشوفان كثير منيح نستبدله بالكورن فليكس. في شغلات لازم نبعد عنها بشكل كامل، قلنا الفواكه المجففه، ما ننسى انه نمشي كل يوم من نص ساعه لساعه كامله، حتى الاطفال الصغار ناخذهم مشاوير نضحك عليهم، ناخذهم مشوار، يعني لازم يمارسوا الرياضه لحتى يحرقوا شوي ويرتفع استقلاب جسمهم. والمي اكيد هو سر الحياه، فلازم نشرب مي كمان لتصير صحتنا افضل. اكيد. يعني بالختام بدنا نشكرك كثير دكتوره نور، بنتمنى كل اللي معهم مرضى سكري يكونوا استفادوا من النصائح اللي قدمت لنا اياها، وحتى نحن استفدنا على المستوى الشخصي. بدنا نشكرك كثير. غذاء امن وشويه رياضه نبقى بخير. شكرا لكم. أكيد يهتموا كتير ويسمعوا اليوم فقرة الدكتورة نور، فقرة كتير رائعة كانت، معلوماتك كتير قيمة نور، وأكيد نشوفك بحلقات قادمة. شكرا. شكرا.